ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. امبارح صورت لكم الرسومات اللي انا رسمتها في سنة 2020 واللي هم 90 رسمة. طبعا انا اخترت اكتر 40 رسمة مفضلين بالنسبة لي وبحبهم جدا واستمتعت وانا برسمهم. النتيجة بتاعتهم فرحتني لما خلصتهم. في رسومات كتير انا مش لاقياها، يعني في بتاع 15 رسمة تقريبا انا مش لاقياهم، معرفش راحوا فين. رسمتهم على التيك توك بس مش فاهمة اختفوا فين، ورسمتهم كمان على اليوتيوب، كذا رسمة رسمتها على اليوتيوب مش لاقياها برضو. انا من الناس اللي بضيع دايما الرسومات بتاعتي، مش بحتفظ بيها في مكان معين مثلا، لا دايما بتضيع مني ورسومات باظت. هتلاقوه في الفيديو ده رسومات كتير بايظة مني. ما بخلص الرسمة بتاعتي وتمام قشطة، بلاقي ان بتبقى في مثلا رسمة باستيل قبلها فبتطبع عليها، بلاقي الوان جديدة طبعت عليها، معرفش طبعت عليها ازاي، بلاقي نقط مية نزلت على السكتش بوظ الرسمة، حاجات غريبة كده. فهوريكم كام رسمة كده بايظين مني. كمان في رسومات اصحابي عجبوهم فقالوا اسماء ناخد الرسومات دي، مش عارفه ايه. انا بصراحه ما كانش في دماغي تارجت معين اول السنه، يعني ما كنتش حاطه هدف معين في دماغي ان انا اوصل مثلا ارسم 100 رسمه ارسم 50 رسمه. هي جت كده، يعني جت مع الكورونا وكده. انا اصلا في دماغي اول السنه كنت انا بشتغل وكده، فما كانش في وقت ان انا ارسم. حتى كنت رسمت وانا بشتغل 3 رسومات، مش عارفة لو لقيت الصور بتاعتهم او لو لقيتهم احطولكم هنا في الفيديو. لما حطيتهمش يبقى انا مش لاقية فعلا الرسومات دي، بس هما موجودين تقريبا على الانستجرام، فانا هحطلكم الصور بتاعتهم هنا. كنت رسمتهم قبل الحظر وقبل لما اسيب الشغل بتاعي وكده. فالموضوع بتاع ان انا ارسم كل يوم واصور رسومات واليوتيوب تشانل والحاجات دي كلها ما كانتش اصلا في دماغي، ولا التيك توك ولا الكلام ده كله، يعني ما كانش كل الكلام دوت في دماغي فعلا. فالظروف اتحولت والدنيا سبحان الله يعني اتبدلت وكده، لحد لما رسمت 90 رسمة السنة دي. لو عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا كمان سبسكرايب في القناة، علشان الفترة الجاية هيبقى فيه تغيير كامل في القناة ان شاء الله. بداية سنة بقى وحاجات جديدة بقى ومحتوى جديد، مش طبعا مش محتوى بعيد عن الرسم، يعني مش هطلع اغني مثلا، لا حاجات تبع الرسم برضو بس حاجات جديدة انا متأكدة انها هتعجبكم ان شاء الله. وهسيبكم دلوقتي تتفرجوا على الرسومات في الاول، وبعد كده تشوفوا الرسومات اللي انا علقتها، واكتبوا لي في الكومنتات تحت ايه اكتر رسمة انتوا حبيتوها. وبس كده، دلوقتي بقى هسيبكم بهدوء كده تتفرجوا على الرسومات اللي انا رسمتها، وانا بقلب تشوفوا اني رسمة عجبتكم زي ما قلت لكم، وتكتبوا لي تحت في الكومنتات. مش هقعد ارغي كتير واتكلم كتير، الرغي بقى هيبقى وانا بعلق الرسومات. بص انا قلت لكم ان انا مش هرغي كتير، بس الرسمه دي تاني اكتر رسمه بحبها. We'll be right back.
رسمة بقى بالنسبة لأكتر رسمة بحبها، فدي أكتر رسمة بحبها بجد سنة 2020، فخورة أن أنا رسمتها. طبعا انا وانا بفك السكتشات علشان ابدا اعلقهم على الحيطه لقيت البتاعه دي بجد راحه نفسيه حلوه قوي. المهم دلوقتي بدات ان انا اعلق الرسومات بتاعتي على الحيطه. استخدمت اللزق اللي هو الدبل فيس اللي هو بيبقى من جوه لزق ومن بره لزق علشان يلزق الورق، وعلى فكره ما بيقطعش الورق. انا كنت خايفه في الاول ان الورق بتاعي يتقطع وكده او الرسومات تتقطع ودي كل ده قلبي هينهار، بس لا، ما الرسومات ما تقطعتش وانا شلت رسومات كتير وكل حاجه تمام، وحتى ما بيخدش الورقه يعني ما بيحصلش خدش بسيط كده للورقه، ما فيش الكلام ده. الرسمه بتبقى زي ما هي سليمه جدا. انا هنا في النص كده قاعده بضحك، مش عارفه انا بضحك على ايه بصراحه، بس يلا ما علينا مش مشكله. المهم اللي انا كنت عايزه احكي لكم ان انا على كل اللي حصل في سنه 2020 والكورونا والحظر والاكتئاب، اكيد اكيد كل واحد فينا جاله اكتئاب من القعده في البيت، وانا من الناس اصلا لو قعدت في البيت يومين على بعض بيجيلي انهيار مش اكتئاب، نفسيتي بتتعب جدا. فعلى كل ده جيت ان انا في اخر السنة ابص على الجانب الكويس اللي حصل لي في سنة 2020، لقيت ان انا لأ، انا بدأت انجح. يعني مش هقول لكم ان انا نجحت لان انا لسه ما وصلتش لأي حاجة في دماغي، بس اللي انا متأكدة منه ان انا بدأت طريق من احلى الحاجات اللي انا مريت بيها ومن احلى التجارب اللي انا عديت بيها. بدأت تجربة انا حباها، والتجربة ديت انا بحس نفسي فيها، انا بحس نفسي وانا بعمل فيديوهات، بحس نفسي وانا بمنتج الفيديوهات. على قد ما انا بتعب في الفيديوهات بتاعتي، بس على قد كده انا بحس ان انا فرحانة، بحس ان انا لما اي حد بيبعتلي فيكو مسجات على الانستجرام اسماء احنا بدأنا نرسم علشان شوفناكي بترسمي، انا ببقى فرحانة جدا. حسيت ان انا عملت حاجة فعلا السنة دي. انا كل سنة بعمل بس بيبقى بيني وبين نفسي، لا انا السنة دي عملت حاجة للناس كلها وليا انا كمان. انا فرحت، على قد ما فرحتكم كل ما انتوا بتعملوا حاجة جديدة بتقولوا لي اسماء انت السبب فيها، انا بفرح. يعني مش بس انا بساعدكم، لا انتوا كمان بتساعدوني ان انا اطور من نفسي وان انا افكر استخدم حاجات جديدة وان انا اعمل طرق عمري ما رسمت بيها. كل الكلام دوت انا مستحيل كنت اعمله كده وانا قاعدة كده لوحدي. فاللي هقدر اقوله ان انا السنة دي بدأت امشي على الطريق الصح، بدأت حتى احط رجلي على اول الطريق. طبعا شكرا ليكو، انتوا شايفين الرسومات اللي انا رسمتها ورا ديت قد ايه انا فرحانه بيها، وشايفين دي بضحك ازاي. شكرا لكل حد عمل لي لايك، عمل لي كومنت، شجعني بكلمه. شكرا لاي حد حتى يا عم انتقد، قال حاجه زودت في ارادتي. ولو انا رسمت 90 رسمه في سنه 2020 فكله بسبب كومنتاتكم الحلوه، كلامكم الحلو، التشجيع اللي انا شفته منكم هو اللي خلاني اطور من نفسي زي ما انا قلت لكم. وطبعا اول حاجه واهم حاجه ان التوفيق كان من عند ربنا. وده كان الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.